يا عمر، موبايلات الشركة عندنا متراقبة، حتى لو انت بعت لي الرسالة واتمسحت من عندك هتفضل متخزنة على الداتا عندي. تسلم يا كريم، يلا انزل انت. ماشي. في رقم متكرر هنا، مكلمنا ده كتير قوي. طب كويس، ده خط نمشي وراه. بقول لك ايه، امسك التليفون ده متسجل عليه رقم واحد بس، الرقم بتاعي الجديد. لو هنتكلم في اي حاجه تخص ندى كلمني عليه. تمام. عمر ما تقوم تريح، انت محتاج تنام. أستاذ طارق، المحامي في انتظار حضرتك بره. خليه يدخل. أوكي. حبيبي يا باشا، ليك عندي بقى خبر، إنما إيه؟ يسوى مليون جنيه. يا ريت يا طارق، أنا بقالي فترة ما بسمعش غير أخبار تغم. خلاص، بقيت لازم أنزل أعمل كل حاجة بنفسي. وده جديد عليك يا باشا، وبعدين ده قدها ودود. اخلص يا طارق وينجز. عايز ايه؟ مناقصة الكونتينرات اللي كانت محجوزة في المينا بتاع اسكندرية، رسيت علينا من دقايق. ده خبر كويس. يعني دلوقتي بقى عندنا اكتر من 300 كونتينر نشحن فيهم اي حاجة احنا عايزينها. واللي اسمه عادل ده مش كان مقدم معانا في المناقصة؟ كان داخل، بس في الاخر النتيجة ايه؟ رسيت علينا احنا برضه. عشان يعرف حجمه بالنسبة لي ايه ويلزم حدوده. الله، عندك حق يا باشا، بس بيني وبينك حركه قرعه قوي اللي عملها في الحفله بتاعت سعادتك دي. ما تاخدش في بالك يا طارق، ده حركات نسوان. انت عارف عادل ده عامل زي ايه؟ زي ايه يا باشا؟ زي المره الوحشه اللي جوزها اتجوز عليها واحده حلوه فتفضل تغلي وتفرك وتهرف نفسها، وفي الاخر طلعت النتيجه ايه؟ اهو لبس. عندك حق والله يا باشا. ما تلعبش بالعروسه بتاعتي، تلعب اي عروسه تانية. هانا، ادي العروسه لخديجه تلعب بيها. دي العروسه بتاعتي. انت قلبتي بخيله ولا ايه؟ اديها لخديجه تلعب بيها حالا. ليلى. ايه يا روحي؟ هو انت ليلى لابسة اسود؟ يعني مفيش سبب معين. أقولك على حاجة، بكرة انتي اختاري لي لبسي. طب أنا عايزة أروح بيتنا. لا اوعي تزعلي من هنا، هنا هي مش قصدها، هي بس متدلعة شوية. عايزة أروح بقى. معلش يا حبيبتي، أنا عارفة إن أنا دمي تقيل شوية، بس هو النهاردة بس، وبعد كده أوعدك. أقولك على حاجة، بكرة هاخدكم انتوا التلاتة أفسحكم. طب اتصلي لي بمامي في التليفون. هي مامي ما سابتش نمر التليفون، يعني هو المكان اللي هي فيه ما فيهوش شبكة وغالباً ما فيهوش تليفونات. لما ترجع هبقول لها ده زعلانة منها. بس هو غصب عنها، والله غصب عنها يا خديجة. شكرا صاحبي، شكرا صاحبي، شكرا صاحبي. وليلى قالت لي ان هي بتكلم ندى جابت اسم عليا دي،
هاني علي دي كانت موجوده في الجراج. علي السكري؟ اه تعرفها؟ يعني لو اللي انا قصدي عليها يبقى عارفها. بس سيبني اتاكد لك يعني. عايزك تجمع لي معلومات عنها. اعتبره حصل. شكله صايق. شكله صايق. البقاء لله. البقاء دوم لله. مش محتاج حاجة؟ شكر. أنا قريب هاجي لكم إن شاء الله الجريدة عشان أسأل على حاجة كده. استنيك. شكر. بقول لك أنا شاكك في حاجة. الواد اللي كنت بكلمك عليه. تخيل هو اللي كان بيراقبني. عايزك تمشي وراها. عايز عيالي مش هقول لك تاني فاهمه؟ جاي ليه يا هشام؟ عايز حاجه؟ يا راجل في ايه؟ جاي اعزي ملاش واحد يعمل خير يعني ولا ايه؟ خلاص واديك عزيت، شكرا يا هشام، اتفضل امشي. يلا شكرا الله يسعدك، اتكل على الله. بقول لك ايه؟ عزا محترم زي ده مفيش داعي تحصل فيه نمره مش كويسه. فاهمني؟ طب يلا بقى، يلا ما تبقاش رخم بقى. ايه؟ تحبها؟ مش كفايه انك طلعتها مني؟ عايزها كلها. يلا انت عزا. شكر الله صحيحكم يا هشام. حبيبي يا عمر. حبيبي انا جاي عشانك انت مخصوص عشان تبقى عارف. شكرا الله يسعدك. شكرا يا راجع، معلش تعبينا معاك. شد حيلك. لحقته؟ طب مفيش طريقة ممكن نوصل له بيها؟ معرفش. بس يعني فانت رايك في الحوار ده بقى؟ عمر انت معايا؟ انت يا ابني عمر. في ايه؟ نعم؟ مالك زعلانه ليه؟ ايوه مين انت؟ بتبص في الكتاب وما قريتيش ولا كلمه، عينيكي ما بتتحركش وما قلقتيش الصفحه بقالك نص ساعه. يخصك في ايه؟ وانت مالك؟ لا يخصني ازاي بقى؟ واحدة جميلة زيك وحلوة زيك ما ينفعش تقعد زعلان. واو مش ممكن، يعني دمك تقيل قوي. ميرسي. خلصت الفقرة ولا لسه هتتشقلب؟ ايه بصراحة كنت انا متشقلب بس واضح ان انت مزاجك مش حلو. انت مش زعلانه ولا حاجه، انت بتراقبي حد قاعد وراكي والكتاب ده جواه مرايه صغيره. شش وطي صوتك. انا بشتغل صحفيه وبحاول اجيب مصدر معلومه. خلاص فلو سمحت بقى امشي وما تعمليش مشاكل عشان عايز اعمل شغل. بشرط. اتفضل. تقبلي عزومتي على العشاء وتستحملي دم التقيل وتضحكي على اي حاجه هقولها. يلا وافقي بقى عشان اسيبك تلحقي تراقبي الراجل اللي قاعد. خلاص تمام تمام. كمل الاول. خلاص